نفس كل كافي حمل على التافي انا بيها رابي الشنطة واغرابي لا تصدق اللي يقول ان الدنيا ما يفيد الدنيا ما يفيد ان الدنيا ما يفيد بس امشي بخط السير اللي وصل يا اللي وصل بس الدنيا بخير بخير الدنيا بخير بخير بس الدنيا بخير بخير بس الدنيا بخير بخير ايه يلا او يا تراك جديد على ستوري من يوم ما انا موجود على اسطوري كنت اخير يجي مني مسوري غنت ايه في دي السنة انا عارف دوري عارف اني بوصل صولو استلم الجرام لابس تيشيرت بولو بخير يا عيال ان شاء الله الدنيا تكون بخير وتخلص الازمه هذه وكلنا ايش نروح ان شاء الله ننبسط وترجع الامور زي ما كانت الحين في تراك كذا جميل جدا اسمه الليل يا عين ما ادري سمعتوه اللي ما سمعوا واللي سمعوا فحنخش عليه على طول اي يا يا على قد ايش علمنا اخذك رحله بينا في
بأمان الله يديك الدعوات من أغلى إنسان يطل الصلوات يطل الصلوات هي الوالدة للي يعني للي يعني للي يعني لا 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 للي يعني لا 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 يلا مع بعض يا ايه يا خلي الناس تشوف نعيد الذكريات قديش كان بحب محفوظ بمذكرات مذكرات محفوظ بمذكرات مذكرات بس قولوا لي قولوا لي كيف مستكنين لا بقيت تراك الحين راح اشارك قبل مره راح يكون مصيبه تعرف ايش هو 3AM واو احسن تراك كذا اجواء ومره مولع استكنا هاي مع بعض ونسمع التراك المشكله يلا ليتس جو اوكي جاهزين عيال يلا لا يوقف لا يوقف لا يوقف لا يوقف لا يوقف عيال يلا عطيني المايك عندي كم شي بقوله هذا للناس الغافلة وجماعة ما بتشوله الراب 1% اللي قدموه والباقي جالة بالبن باقي رجلوها ما فهم اللي صاير كله يبغى يلفت نظر صار الفن ما فهم اللي صاير كله يبغى يلفت نظر صار الفن صب قولوا لا لا تصب قولوا لانه ما راح استوعب الا ما تزبدونه بابي تشولو بابي بابي تشولو هذي للهومز اللي جو يسبقونه اشبك السماعة لو بتعرف الطريقة احنا الناس اللي نصنع لك الموسيقى الحقيقة ثلاثة الفجر كل يوم تبدا الحريقة فين العاصمة مين؟ اوكي اوكي فين العاصمة مين؟ ايه فين القوي؟ ايه فين العاصمة مين؟ فين العاصمة؟ انا بقى مشي هذي فين العاصمة؟ ايه فين العاصمة مين؟ فين العاصمة؟ فين القوة الحلوة؟ فين العاصمة؟ اسحب المايك من ايده خذه فن الراب لازم تنقذه ما تحمله يلا ما استحمله لا توسخ مني لا لا تعمل كذا الحلة بالله تكفيني لا لامبورجيني ولا عامل اللي بعد شو رايقيني واللي براسي اجيبه زي الموسيليني اللي كان ناسيني واتذكرك فيني كتب محجوب ما لا تسرح دخول ام في فرق بين اسلوب اسلوب بين جول وجول بين جول وجول بين الطريق اللي راسي هنا الراب العاصمة واحد اثنين عطيهم جاب مين اوكي 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 بالله يا قولوا لي كيف مضربين ولا نكمل ولا ايش الهرجة قولوا لي ايش تبغوا تسمعوا بعدها يلا عطوني ايش تبغوا تسمعوا لا يوقف صح كم يلا ليتس جو شغل لكم عيال تراك ماجستير نشعلها ليتس جو يلا يلا ايه ايه يلا اوكي في كل بروجكت يا جول اللي يجوا في الخاطر كل يوم نحارب
الشاطر واحد حق في الاخر توقفكم لاين كل شايف وباين حياتي بكلام وانا بارز وشاين كل يوم معك لاين وتيم وصاين بدور رحلة سفر ما احتاجت انا البشر ما استنى انا اصنع الغرفة كانت مطر سموم تندس في العسل رجلة عن الدوك يتكلموا دوم على العمل يا ويتمنوا يهدوك وانا عني يا مسبك بالخير يا في الخبز والنجاسة مخفي ماجستير وانا ما درس في اوروبا ولا عندي ماجستير درسنا ان الدنيا قصة وطلعت من الخير علمي فراسي ما هو كراس رابر منتج مخرج مكسر دونجل ما فايب ولي انتج بلا بلا فيك لايف انا محتاج اللي باع له هو براهو تحت الضوء ما توصافه بس انت نجومي من افتاحه بمدريد لو قصير الحافه السالفه فن اما بغيرها ما راح تفوز وفلوس مشاهداتك اشتري فيها شوز اما كرامتي ما تنفع بالمال والبنت اللي حبيتها ما عاد يا حلال يا كيف رجع يا عبد الله ولا ايه جايبكم انتم وكل واحد مستقل من البيت يلا وانا عني يا مسبك بالخير يا بالخبز والنجاس يلا مع بعض يا ما درس في اوروبا ولا عندي ماجستير درسنا ان الدنيا قصه وطلعت منها بخير علمي فراسي ما هو كراس رابر منتج مخرج مكسر دوجل ما فايب ولي انتج بلا بلا فيك لايف انا محتاج اقول لك كذا احتريت من الاغنيه هذه اوف 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 اجواكم انتم ما بدنا نار هنا شغل 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 التراك اللي بعد على طول نو تايم يا عيال نو تايم هذا يا عيال التراك اسمه وقت غياب اليوم ما حنطلع الا كذا فاهم فوق ليتس جو عليكم السلام ها شايفكم يا عيال شايفكم ليتس جو يلا وقت غيابنا قول لي وش صار في غيابنا وقت غيابنا قول لي وش صار في غيابنا وقت غيابنا قول لي وش صار في غيابنا صحاب الهاوية لأنهم كلاب هاوية الحقد الكوهم منتشر في السوق الوضع الحالي خلاني مخلوق عشان موس وفلوس خوية في ظهرك تشوف الدوم يحكي لك موسى خيوط الماضي قطعت ما دورت قاضي لأني أعرف يوم حاكم يوم أقاضيش اللي يشوف يشوف وضعك على قريش فيك وفارس الميوزك شوفه كيف ينفك كيف تحكم علي وانت من الخلق ومكانتك وصل إلى الحلق أجنى حواري ودعسنا على الشوق أتي فارولكس مصابك يشوك ماني نيك وزباعو شراركم من أبرو سكين سكين يلا أسيك يلا على بعض عيال وقت غيابنا قول لي وش صار في غيابنا وقت غيابنا قول لي وش صار في غيابنا وقت غيابنا قول لي وش صار في غيابنا صاحوا في الهاوية لأنهم كلاب هاوية قدم ما راح يعلى لك شان الفايب حقي راح يتعدى الامريكان كنت بتوصل وتطلع المسارح وانت جاحد اللي وصلوك المالح يا الخوم مسوي عايش داخل سبيس صدقني عمرك ما حتنساني ولا تنسى بالفيس مين اللي ماشي الوضع مين اللي يسوق وانت فنك وكل اللي تسويه مصروف كيف تحكم علي وانت من الخلق ومكانتك واصل للحلق
اجنع حوالي ودعسنا على الشوك اديك رولكس مستعد يشوك كيف بالله عيال؟ كيف الأمور طيبة؟ الحين عيال حشغل التراك عزيز عليه جدا وانتو كلكم تحبوا اللي هي فارس اكيد يحب التراك هذا اللي هو سكت سكت حافظين عيال ولا قولوا لي حافظين التراك ولا ايش السالفة؟ سكت حافظين عيال؟ طيب يلا شغل سكت Let's go. Hey, yeah. I'm
ما بضيع وقت ما بالله بالساحل كل شي من عندي يروح ما يمشي غدا من شقنا في دفور يا لا حاسس كثر هالوقت but we can't blame الأشرة ما تبدلني في مكان نيجا I'm the same yeah. I'm a سرور بستار راح أسوي شيء خلمني رايح ماضي هايا I'm a سرور بستار عشان كده ممكن هات نيجا لين نهار لو كان شيء فيه أحول كرها كاش لرصيد نصور سيدة تسديد لأن البنع هنا من تشيدي عشنا ولفينا في وسط الأحياء الحمد لله طلعنا أحياء لا خدنا فيزيكس ولا أحياء كل من حولي كانوا أحياء تشوفهم عايشين معنا برسمات الحياة اختلف معهم أخرات تفرقنا الحياة دوم احترم طريقة تنفيذي راح تركبني فيرست كلاس من التنفيذي ماسك ريشة ما لفتش فيني مربع اسود كفن تجريدي 100 خطوه 100 مليون رشوه لا 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 مليار شخصيه خطوه وهدها طاح قصر انا حاسس كثير هالوقت but we can't blame الاجره ما تبدلني في مكاني نيجا I'm the same yeah. I'm a سرور مستار راح اسوي شيء لعمري رايح ماضي هايا I'm a superstar عشان كده ممكن هات نقل ايه نهار يا لو كان شي فيه احول كرها كاش لرصيد نصور سيدة تسديد لان البنع هنا من تشيدي خلص واتمنى تكونوا انبسطوا يعني ما انا والله في تراك كذا نفسي يعني قبل ما يخلص التايم يعني نكمل ولا ايش الموضوع قولوا لي ايش السالفه اول شيء قولوا لي انبسطوا في البث امور كانت طيبه نبغى أسئلة يلا طيب هاتوا سؤالين كده نشوف ايش الموضوع دخل لي القسط قاعد عنده سؤال يا عيال حلو حتى عنده سؤال لي قصيت انه في مدرسة جديد انا قريب ان شاء الله في العيد ان شاء الله مسوي تمويه ولا شجك موبايل والله شوفوا هذا هو اشكركم يا عيال خلاص لان التايم مرة خلاص يعني عدينا 25 دقيقة جميلة واعتقد كذا أتمنى أنكم انبسطتوا يعني في البث فالحين استودعكم ونشوفكم إن شاء الله في بث ثاني شكرا